لما اجيت على لبنان ما قدرت كفي دراستي بسبب انه بعض المدارس استغالي، بعض المدارس كانت بعيدة وكان في صعوبة بالتنقل، فاضطريت اني اتوجه لسوق العمل. طبعا هالشي كله أثر علي وعلى نفسيتي كوني اني شاب بداية طريق وبداية مستقبلي وانحرمت منه. دقوا علينا الباب الساعة 5 الصبح وكانوا مطوقين البيت والحارة وكل شيء. أخذوه وعيطوا له، ومن هذاك الوقت لهلا نحن ما بنعرف عنه شيء أبداً أبداً أبداً. تم إلقاء القبض علينا وقاموا بدخالنا المخيم لمدة شهر، يعني أخذوك جردوك من كل شيء، من أوراقك ومن ثبوتياتك ولقحوك بالمخيم. يعني المخيم سوي لا فوتة ولا طلعة، يفرضون عليك أين تأكل وأين تشرب وأين تنام، يعني تحسس مالك كرامة خالص عندهم. ما بينعدولك باسمك، تتجرد من هويتك، بتصير عبارة عن رقم. يعني شو رقم المنفردة اللي أنت فيها؟ بينعدولك فيه مثلاً يا 11 انتو شو بدكم؟ ليش عم تخبطوا على الباب؟ كنا نحفر اسامينا على الحيط، نكتب يمكن اسامي اهلنا حتى نضل هيك شعارين بانسانيتنا. لقينا انه جوزي متصاوب بصدره وما له قدران وكانت حالته كتير خطيره، لهلا لسه بيعاني من هاي الاصابه، ولا بيقدر يطلع على الدرج، ولا بيقدر يحمل شيء، ولا بيقدر ينزل، ولا اصابته سببت له اعاقه دائمه. اذا بدنا ننسى كل شيء ما رح ننسى انه هو متصاوب. وغصباً عنا طلعونا من بيوتنا، زلونا، ولما رجعنا على بيوتنا شفنا بيوتنا مسروقين، شفنا محلاتنا مسروقين، شفنا كل شيء مسروق. عم بسأل الموظف ليش ما كتبت أشوري سوري بما أنه أنا أشوري أنا، فكتير انزعج الموظف، قال هوني نحن عندنا بسوريا ما في غير عرب. لما واحد يسمع هالحديث يعني بيحس هيك بشعور من الدونية والذل. تعرضت لإصابة سببت لي لبتر الطرفين، فقررت انه لا، الحياه حلوه وانا لازم استمر، فقررت انه افتح ماركت. تحطيت الاصابه تحدي قدامي لحتى اغلب هذا الشيء ونسعى لنكمل مستقبلنا. اللي بيرد لي كرامتي هو ان تعامل معي كانسانه لها حقوق وواجبات، مو لاني لاجئ اكون درجه ثانيه او ثالثه. انا بتمنى ارجع لبلد في امان، في حريه، في عداله، في مساواه بين جميع مواطنينه. بحلم بسوريا المستقبل، سوريا تكون دولة مدنية ديمقراطية يحمي الضعيف ويكون القانون مطبق على الكبير قبل الصغير، قانون يسمح للكل يقول شو ما بده وشو بيحب وشو ما بيحب ومين بده يمثله ومين بده يديره.